لا ثم تقسيم وهذا ما يتصرحش فيه. لا لا حط الرايه التونسيه ترى بقيت ازيد رايه اخرى هذه جريمه ما راها كان صورت لكم دور السيد الرئيس لم صارت العمليه هذه لا تختفر شكون اللي خلى هذا وين ياخذ شاورت انا شخصيا قلت لك يا جامعه الحسين مدني المصري صار عمرنا ما نسينا العلم جي استنى قلنا اسكن الوعده هذه وهي الدوليه انا هي وكاله دوليه بس العلم التونسي ما ينفعش في تونس اي نعم سيدي رئيس احنا متاسفين بالعكس نحن شاورت لا تطلع بعلم تونس ما نجموش ندخل لا ندخل الا عن طريق الوزاره عن طريق الوزاره اذا كان العلم الرايه التونسيه ما ترفعش ما فماش لجنه اوروبيه داخل الدوله تحكم في تونس ما يتغطاش ما يتغطاش العلم التونسي صحيح كان في بلد في اي دوره وفي اي مكان تحيا تونس تحيا تونس يتحمل المسؤولية الجنسية بتاعه وحال لنا صح يا تونس الراية التونسية راهو بس بس كل اكيد تونس بتاعنا ربي يفضلك سيد الرئيس تحية تونس تحية تونس تحية تونس تحية تونس تحية تونس سيد الرئيس